تحية طيبة لمشاهدي القناة الوطنية الثانية في مصافحة جديدة تجمعني بكم في برنامج الحياة فيلم اللي عودكم ديما بمواكبة كل الأحداث السينمائية اللي تعيشها تونس. وهلا يا مات هذه قاعدة نعيشوا على وقع فيلم حدث فيلم نحبك هادي اللي قاعد يدور يا مات هذه في قاعات السينما في تونس. وأنا سعيدة اليوم باستقبال مخرج هذا العمل وأيضا البطل اللي تحصل على جائزة في مهرجان برلين وأيضا الفيلم اللي تحصل أيضا على جائزة. سعيدة اليوم باستقبال محمد بن عطية مخرج فيلم نحبك هادي. مرحبا. عايشك وبيك عايشك. وأيضا مجد مستورة البطل الرئيسي في هذا العمل. مرحبا بيك. بيك عايشك. إذا الأيامات هذه قاعدين نعيشوا على وقع خروج هذا الفيلم وأكيد حضوركم اليوم باش نحكيو على رأي الجمهور التونسي على رؤيتكم أنتوما كخروج الفيلم هذا العمل التونسي اللي خذا حظه بدرجة كبيرة في مهرجان برلين في دورته 66 جائزة أفضل عمل روائي وأيضا جائزة الدب الذهبي لبطل العمل هذا. شنو هو رأيك الساعة وتقييمك؟ أحسن أول عمل والدب الفضي مش الدب الفضي أي للعمل هذا. سي محمد أكيد الحصول على جائزة في مهرجان كبير وقيم يعطيكم الحافز باش تعرفوا موقع الفيلم هذا في نظرة الجمهور التونسي. معناها تحبوا تعرفوا ديما مقبول الفيلم هذا تحب عند الجمهور وتو عنده مدة تو يدور في قاعات السينما. شنو هو الانطباع الأول ساعة؟ الانطباع الأول اللي فما طوط كبيرة خاطر جواز كانوا حتى حاجة باهية فرحنا بها الكل. اما من بعد رينا اللي لاتونت كبرت برشا معناتها خاطر العباد تقولوا هذا الفيلم هاو خرج اللي يحكيوا عليه. دونك تصور كانت مش عاطل مي بريسك خاطر حكينا عليه برشا الفيلم. من بعد الحاجه الباهيه اللي تو عندنا فوق جمعه ندوروا بين المدن والبلايص اللي تعرض فيه الفيلم باش مش نحكيو. كان في تونس هو مش في العاصمه لا 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 قاعد لا لا يتعرض في عديد الجهات. اي في برشا جهات. فما جهات الحقيقه لقينا صعوبه خاطر ما فيهاش حتى صاله نتاع سينما. هذا الاشكال الكبير اللي عادي باش اي بالحق خاطر وقت اللي نهبطوا نمارسوا البروموشن نتاع الفيلم كما تو نفهموا برشا حاجات اللي ما كناش يمكن نراوها قبل. دونك هذاك مشكل كبير معناتها ولايات كمثال ولايه المهديه اللي حبينا نعملوا اول حاجه فيها خاطر فيلم تصور في المهديه. لقينا صعوبه خاطر اول شيء ما فماش صاله وثاني شيء فما كان دار شباب اللي فيها بوسيبيليتي باش نعرضوا الفيلم وفما برشا امور اخرى تدور معناتها في الحكايه اللي ما تسهلش فهمت معناتها هذاك مشكل لقينا فيه صعوبه. شنو هو الولايات اللي قاعده يتعرض فيها الفيلم؟ فما سوسه فما بنزرت فما باش نعرضوه من بعد معناتها مش بصفه رسميه متواصلة. يمكن ايامات في صفاقس في الكيف ان شاء الله في القروان في جربة هذوما في تونس في كل القاعات تقريبا في تونس في برشا معظم في القاعات في برشا قاعات تسع قاعات في العاصمة تسع قاعات. باهي ناخذوا فكره اوضح على محمد بن عطيه المخرج الشاب اللي قدم افلام قصيره قبل ما يوصل ينتج العمل الروائي الاول لسنه 2016. اكيد كانت عندك تجارب قدمت افلام قصيره من 2005. اعطينا ناخذوا فكره على تجربتك فاش دخلت المجال هذا. ما تبعتش سيركوي عادي باركور نتاعي ما كانش نتاع عبد متهيئ للسينما خاطر عملت بعد الليسي اتش سي ومن اتش سي عملت ترازيم سيكل في الكوميونيكاسيون دي فيزويل دام عام ما كانش عنده ربط ديريكت مع الشوا اللي حبيت ناخذه. بعد خذيت خدمه شديت خدمه معناتها اللي قعدت فيها 12 سنه لا علاقة بالسينما مرة أخرى. تبقينا مغروم برشا بالكتيبة مغروم بالفرجة معناتها نتفرج في برشا أفلام. تعرفت على دورة بوشوشة في الديبيو نتاع ليزاني 2000 عن طريق سيناريو أول كتبته عملت معها دي زاتولي ومنهم لاتولي سو ديكريتور اللي تعرفت على جاك فيسكي أعطاني معناتها رؤية مش عامة فيها أكثر معلومات دقيقة في كيفاش واحد يكتب سيناريو. وبشوية بشوية معناتها عن طريق الممارسة هذه وبالاخص في الكور ميتراج اللي عملتهم باش خلطت بعد حكيت 10 سنين ابري عملنا اللون ميتراج. بهيت نذكروا احنا بالكور ميتراج اللي قدمتهم 2005 رومانتيزم دو كومبريمي ماتان دو كومبريمي سوار. دو كومبريمي ماتان سوار. ماتان سوار. هذه يظهر لي الوصفة السحرية بتاع انسان باش يولي رومانسي ربما العنوان بتاع الفيلم حلو وشنو هو على شنو يحكي الفيلم؟ هو العنوان فيه بعد شويه سينيك معناتها الاكثر خاطر كانه الروماتيزم ولا كيف الانتيبيوتيك. والفكره هي في زوز طفل وطفله ما يعرفوش بعضهم في صاله بتاع السينما يتفرجوا على فيلم
ومعناتها حكايه وحكايه بنال من نوع قداش عندهم اللي بدا الفيلم وكا ومعناتها حكايه فارغه، اما كالطرف بركه رماوا رواحهم في خيال اخر باش كل واحد من شيرته يتخيل اللي كان المراه هذيك هي المراه اللي تكون شريك تحياته، وهي من شيرتها كيف كيف تخيل اللي هو باش يكون هذاك هو الراجل اللي يلزمها. دونك مقسوم على دو بارتي الفيلم، بارتي الاولى لو فانتازم تاع الطفل كيفاش تراه وكيفاش تمثل معناتها طفل، ومن بعد هو افيك لي كليشي نتاع كل واحد كيفاش يراه الاخر، وبطبيعه افيك لي ديكالاج اللي فما ما بين اللي تخيلوه ما بين الواقع، يوفى الفيلم اللي يتفرجوا عليه ويراو رواحهم اللي بجوست ما بعاد شويه على اللي تخيلوه، اما ما يمنعش اللي بعد فتره ريناهم مع بعضهم و وديجا بدا العرك شوي ما بيناتهم. كاو هذيك هي الفكره. توا انت كي قاعد تحكي لي على الفيلم وكي نقارنوه بفيلم نحبك هادي، ديما تقعد فما رابط مشترك، هي العلاقه بين الشاب وفي علاقه حب تجمعه بفتاه، شنو هو ربما الصعوبات اللي تواجهوا في مواجهه الواقع والعراقيل اللي قعدت انت في نفس الاتجاه هذاك ديما تبحث على العلاقه هذه. به الفيلم الثاني قلنا عام 2006 بعنوان كيف الاخرين، هذا ثاني شريط قصير. سنة 2010 تم اختيار فيلم موجة أو شاركت به يظهر لي في سينما أفريكا وفي مهرجانات هكا ولا، وباهي فما فيلم 2011 لوا 76، والفيلم الخامس كان بعنوان سلمى لسنة تم إنتاجه سنة 2013. ديما أي مخرج يلزم يبدأ بأفلام قصيرة باش يوصل ينتج شريط طويل، هل هذه تقاليد مفروضة في قطاع السينما؟ والا طريقه اولى كمعنى انسان باش يعرف شنو هو الاتجاه اللي تبعه وشنو هو ربما الحاجات اللي يوظفها باش يقدم شريط طويل، ضروري معناه شريط القصير انتاج شريط طويل؟ لا ما نجمش نقول ضروري، بالاخص من تجربتي انا كيفاش وصلت عملت البرومي لون ميتراج هذايا، بعدت على الحاجات اللي كانت تكون زاده ضروريه كما واحد يخدم مثال ستاجير وبعد دوزيام اسيستون وبعد بريمي اسيستون، هذول الحاجه الباهيه في السينما اللي ما عندهاش ضوابط معناها الحريه نتاع انت وشنو الباركور نتاعك وانت كيفاش ربما الظروف زاد محمد انت ساعدتك باش تهيئه الظروف باش وصلت عملت الشريط الاول. صحيح وخاصه من خلال تعرفك على سيده دره بوشوشه اللي عندها شركه انتاج معروفه وتعاون برشا وعاونتني برشا خاطر عطتني السينما والناس اللي اول مره عندهم تجربه تعطيهم الفرصه تبدا مقتنعه بي اكيد. اي هذاك السار وبالحق هذاك السار عن طريق السود اكريتور اللي خدمناه تعرفنا على بعضنا قعدنا برشا نحكيو على السينما رينا الزوز اللي عندنا دي بوان كومان في الفاسون كيفاش نحكيو وكيفاش نخمو كيفاش نتفرجوا على الافلام وحبنا للسينما جمعنا باش نعملوا هالمشاريع هذه الكل. وكما انت زاده قدمت لك سيده دره بوشوشه فرصه باش تعاملت وصلت لمهرجان برلين، زاده انت تعاملت مع فنان متميز برشا مجد مستوره، مجد اللي كان الدور الثاني كدور رئيسي في فيلم نحبك هادي بعد فيلم بدون اثنين لجيلان السعدي، كانت اول تجربه ليك في دور رئيسي وهذه ثاني تجربه، هل انه محمد بن عطيه كي شافك في الفيلم هذا عيط لك والا فما صداقه تجمعكم هي اللي خليتك تترشح للدور الرئيسي هذا؟ لا بعد بدون اثنين بعد ما خرجت في الجي سي وكل شيء ده بدون 2015 كنت انونس دو كاستينغ في الفيسبوك وفي فيها نمرو تليفون دونك اتصلت بالنمرو وخذيت عطاني رونديفو باش نقابل المخرج اللي عمري ما سمعت به وعمري ما ريت ولا نعرف افلامه القصيره ولا حتى شيء عليه. دونك مشيت مشيت وقابلت محمد لاول مره وحكيت له دونك سالني اي كاستينغ ما تسالك على روحك المخرج تحكي له شنو تحب انت مش عايش في تونس مجد وقتها عايش في تونس وقتها كنت عايش في تونس ونقرا في الاي اس جي من بعد دونك عملنا كاستينغ حكي لي شويه على السيناريو وكل شيء عملنا دي تيست دي سيتياسيون وحاجات وكل شيء من بعد عيط لي مره اخرى مع ريم بن مسعود عملنا زاد عملنا كاستينغ مع بعضنا وبعد اختارني وكهو كيفاش دخلت العالم هذا قبل العالم هذا دخلت صدفة والا صدفة مش صدفة انا نعرف جيراني السعدي منذ سنوات وفي 2013 في نظموا مع بعضنا في ايام بنزرة السينما اللي هو مهرجان بديناه مع بعضنا مجموعة من الشباب والاكبر منا كما جيلاني وغيره في بنزرت دونك في التنظيم ذكر اخر فيستيفال هكا كل شيء سالني جيلاني قال لي انا عندي سيناريو نكتب فيه ونحاضر فيه هل انك مهتم بالتمثيل؟ قلت له مهتم اما ما كنتش في مخي حاضره بالكل الحكايه هو اللي بربشني
دونك من بعد كيف كيف عملنا كاستينج وجربنا برشا حاجات علينا ممكن سوايع قدام الكاميرا اكثر من اللي صار مع محمد ممكن. وبعده قال اختيار علي انا وكها وخذيت السيناريو بعد وغطسنا فيه وكل شيء ومشينا صورنا بدون اثنين في 2013 في بنزرت. حلو واحد كيبدا مش ما عندوش فكره انه يمثل يجي انسان يقول له توا باش نعطيك الدور الرئيسي، مش كما انسان تلقاه يسعى باش ياخذ دور رئيسي وفي نهايه الامر يتحصل على دور صغير، معناها ديما نقول له الزهر يلعب دور العلاقات فما حاجات اللي هي ما عند ربي، معناها تجي هكاكا والانسان يسقل الموهبه هذيك بعد شويه. كيف كما قال محمد اللي باهي برشا في الفن وفي السينما انه ما فماش طريق مسطر، معناتها باش تولي ممثل مش بالضروره تاخذ باك تمشي تعمل 4 لـ5 سنين في فك المسرح ومن بعدها اتسيتيرا ولا تبدا بدور صغير بشويه تكبر. ما فماش قاعده ولا طريق مسطر ينجم بالضروره الواحد يتبع، فما اون انفينيتي دو بوسيبيليتي. اكيد احنا توا باش نمشيو نشاهدوا البوند انونس نتاع الفيلم اللي ناكدوا انه تم توزيع الفيلم هذا في عديد القاعات السينمائيه في تونس وفي الجهات. الفيلم هذا قاعد يدور حاليا، اكيد انه العديد من التوانسه تقول نحب نمشي نشاهد الفيلم هذا، لكن هات نشاهدوا البوند انونس نتاع الفيلم ونرجعوا نواصلوا حديثنا. ديابك النوار وين انفيسه ما خلطتش؟ وين عيط البنت نوار انت من هنا وسيله اقرب لي زيدا اسمع البنات وينهم البنات ايش من قدام نغمه واطيه كما قلت لكم هادي. وانت عجبتك؟ عجبني كهو؟ كهو مجدة كل يوم نفيت مهدية قروة انتو كيف تقدمها خير من تونس؟ شنو هالماشي وجاي الكل؟ في بالك غدوة رزق وبعد غدوة عرسك؟ اي بيه يقعد بيت ما نجمش نخدم في مهدية، يعني مش قاعد نلعب رأي. قاعد نخدم ما تفهموش يا خير شنو؟ اي بيه راي يدروح يجي تشوف عند الحق العرس عرس وسارية ساريت هذيك تتصور مازلت لنا بخيسك جمعة عندك في دارنا؟ محمد هذه كانت البوند دانونس نتاع الفيلم اللي ربما فما توانسه تقول نمشي نتفرج على الفيلم هذا على خاطر خذا جائزه وتم تكريمه، وهل نقولوا احنا الجوائز هي اللي تخلي المحب نتاع السينما يمشي باش يشاهد الفيلم، والا الانسان اول معناه المواطن التونسي اول ما يهبط الشريط التونسي يمشي يتفرج، حسب رايك دور الجوائز في اقبال الجمهور على مشاهده الفيلم؟ لان يظهر لي معناتها توا فما ديما كيوريوزيتي من شيرتنا نحن كتوانسه باش نتفرجوا على الافلام اللي نعملوها، يظهر لي. من بعد بنعش كان باش نقيم اللي تزاد حكايه الجوائز يمكن شي زادت شويه، خاطر حكاو برشا وقت اللي خذينا جوائز على الفرحه وعلى الفيرتي ناسيونال والكلام هذاك الكل الصعيب اللي وخاصة انه الفيلم هذا تم اختياره بعد غياب 20 سنة من مشاركة الأفلام العربية في مهرجان برلين، هذا يحسب لكم انتم. نقول القائل علاش تم اختيار الفيلم تاع محمد بن عطية بعد غياب 20 سنة؟ شنو هو الحاجات معناها؟ أنا يظهر لي نعرفوا الكواليس شوية. أي خاطر انا بديت سالت، خاطر نحن نعملوا خدمه من شيرتنا ونحاولوا نبداو لو بلوس سانسيغ في خدمتنا، بقينا من بعد كيف تجي فرصه كيف هكايا واحد ما ينجمش يمنع روحه باش يخمم باش يقول شنو انديبوندامون دو لا كاليتي فيلم يعجب ولا ما يعجبش. ونتصور هو في المهرجان تاع برلان فيه بعد سياسي، وانا بدي قلت لعل خاطر جوستومون تونس توا في السطر تاع الاكتواليتي باللي عشناه، نتصور هذا موجود. اما للي يتفرج من بعد على الفيلم الحاجه اللي يمكن تزيد تعجب اكثر من شيرتهم هما ومن شيرتنا نحن اللي ما مجاوش للحاجه السهله اللي كانت تكون فيلم يحكي على الثوره مثال ولا يحكي على المشاكل اللي قاعدين يعيشوا فيها السنين هذيا بصفه مباشره. معناتها الفيلم يحكي اول شيء على قصه حب وعلى الباركور بتاع هادي، وعن طريق هذيك الحكايه هذيك فما رؤيه اخرى اللي
نتصوروا معناتها برشا يراوها. ولو فيت اللي هما شجعوا على الحكايه كيف هذيا وراوا اللي فما قبل كل شيء ايموشن في الفيلم اللي بالحق واحد يتعلق بالحكايه قطع النظر على الكونتكست بوليتيك اللي هو هكا ولا هكا موجود في الفيلم. هما دافعوا على الفكره هذه اللي الفيلم يكون سهل رؤيته سهله وعلى ما سمعت عجبهم خاطر حقوقي معناتها فيش حاجه اختفيس ولا حاجه سوبرفيسيال اللي باش تقول راه فما في حاجات اللي تافهه ولا غيره معناتها حاجات خذيناها من من كيما قلت لكم قبيله سانسيامون عملناه. دونك هذا اللي هما قالوا لنا عليه حتى الحديث على الثوره كان بطريقه مقتضبه معناها بصفه مباشره هو تناول معناها الواقع الاجتماعي بعد الثوره من خلال شخصيه هادي، لكن الحديث على الثوره بطريقه مباشره كان في بعض الثواني بين ريم وبين ريم بن مسعود وبين مجمع الصوره في قتله هي خرجت في 14 جانفي قالها خرجت ليه ما خرجتش وهي قتله انا كنت في جربه معناها بطريقه مكتوبه برشا امل الانعكاس نتاع الثوره كان في من خلال الوضع الاجتماعي مي. اللي يعيشوه الابطال في القصه هذه وتحس فيه صورة التونسي اللي في علاقة مع أمه معناها التونسي لوج على صورته من خلال الفيلم هذا. مجد أكيد أنت كي قريت أول مرة السيناريو شنو حسيت؟ حسيت فما برشة توانسة يشبه لشخصية هادي وإلا لا؟ أنا قصة الفيلم تعرفت عليها قبل ما نقرأ السيناريو بالحديث اللي حكي لي عليه محمد. السيناريو خذيته من بعد زوز مقابلات وبعد ما حكينا بما لا بأس به ذولي. دونك اول سيناريو ساعات ممكن يبدا شايح شويه كيف تقراه ولازم مجهود هكا ذهني باش تبربش ممكن شنو فيه في الدواخل نتاعو. اما من الاول ممكن كيف حكى لي عليه محمد بطريقه حيه اكثر دونك تشوفوا فيلم اكثر منه خرافه اكثر انه خرافه هكا شايحه في الهواء. عجبني فيه كما نحكيه المستوى الاول واللي هو حاضر بالقدي ان قصه حب قصة شاب مع عائلته مع العلاقة نتاعه بأمه كيفاش في خدمته كيفاش في الشارع علاقته بالنساء بخطيبته بالطفلة اللي حبها من بعد علاقته بالغرام نتاعه اللي هو فن اللي هو الرسم وكل شيء. دونك عجبتني كيفاش التناول نتاعها لبسيته كل شيء وفي نفس الوقت النوع من العمق أو من المستوى الثاني اللي هو مستوى سياسي ولا اجتماعي كنسميوه اللي ممكن الناس الكل التوانسة نشوفوا في رواحنا والفترة التاريخية اللي نعيشوا فيها ما بعد الثورة وكل شيء. أكيد الانطباع نتاعكم أنتم كمشاركين في الفيلم زاد فما انطباع الممثلين من أهل الاختصاص محبي السينما برشا ناس مشاو شاهدوا الفيلم وعطاوا رأيهم في الفيلم هذا. فما اللي يقول لك حلاوته في البساطة نتاعو فما يقول لك حلاوته في العمق اللي تناوله المخرج والشخصية نتاع مجد اللي أقنعت خليت العباد اللي تتفرج تعيش الجزئيات العادية مع الشخصية وتتبع الحكاية للنهاية. هذه هي قوة الفيلم اللي خليت ويتحصل على الجائزة في مهرجان كبير كما مهرجان برلين. هات ناخذوا رأي المشاهدين رأي الجمهور رأي النقاد وأيضا رأي محبين السينما من خلال الفقرة هذه باش نتعرفوا أكثر على آرائهم في الفقرة المصورة هذه. Super, j'ai rien à dire, j'étais très agréablement surprise. C'est un beau film, mais je suis déçue de la fin. Je m'attendais à une plus belle fin. C'est très bien joué, mais c'était une problématique très difficile. J'ai adoré le film et c'est la deuxième fois que je le vois, ça veut tout dire. Allez, bravo Mohamed Benata et toute l'équipe. الفيلمات التوانسه اللي ريتهم لازم لومات التوانسه الكل يمشيوا يشوفوا الفيلم هذا. توت لي فام تونيزيان دوافا لي فوار لي فام كاستراتريس. القصه هي بنفسها حاجات صايره واقعه لكن ماهيش ظاهره.
وهما ظهروها هوني. J'ai adoré, c'est subtil, c'est drôle, c'est délicat, c'est profond, et j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai absolument adoré tout. Vraiment bravo à toute l'équipe. J'ai adoré le scénario, j'ai beaucoup aimé les acteurs, si bien le rôle féminin que masculin, les dialogues, la traduction, le montage était magnifique. Une fin inattendue qui ouvre beaucoup de questionnements et qui pose beaucoup de problématiques. Bravo à toute l'équipe. Je suis fière de la Tunisie. تبارك الله عليه الممثل ما إلي يهبل 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 وهكا كلمة محليه تعيش معاه تخوك ياسر جو سي با جو سوي أنكور سو لو واحد ليموسيون بوتيتر وكل سي مي جيم بوكو برافو برافو بور سو بو فيلم برافو بور سينما تونسي اللي قاعدة ترفعنا في راسنا بارتو دون لو موند سا في بليزير إي ميرسي ميرسي. Un film positif, un film complexe aussi. Et, et très très subtil, très profond. Ajebni, je connais très bien le réalisateur, c'est mon cousin, et j'ai reconnu toute sa finesse. Voilà, c'est un film, c'est un hymne à la jeunesse tunisienne. À ce que l'on vit aujourd'hui, c'est en même temps, ça paraît simple, mais le film laisse à penser. Et j'ai adoré. Kim Massoud ou Majd Mansour sont sublimes de justesse, de force. مش يقول لك هكا الخنقة والوطأة متاع المجتمع يشد يخسرك سي اون هيستوار كوتيديان اللي عاشوها برشا ناس اللي عاشناها كازيمو الكل وقت اللي يجي الوقت باش انت تاخذ قرار معناها الحقاني في حياتك باش تعرف روحك كيفاش تتبوزيسيون بين الحرية وانك تساتيسفي المجتمع. عجبني فيلم حلو فيلم حلو ياسر ومن الاول جابا اكروشي ومن بعد لو ريتم قوي متاع الفيلم وحلو خدمة حلوة. Je dis que c'était un très très beau film. J'ai vraiment apprécié, mais je m'attendais à une autre fois. Le film mahli, fresh, صحيح, منظم في حكاية بنينة. Ça parle d'amour. C'est jeune, c'est frais. D'accord, les choses étaient un peu rajeunies, les fraîcheurs comme tal, les années 70, comme tal. Hak les films simples qui parlent de valeurs humaines. primaire خليني نقول معناتها لامور لي رابور هوم معناتها parents enfants معناتها c'est très frais c'est très il y a un côté juvénile qui est magnifique simple émouvant touchant وثاني مرة خير من أول مرة خاطر أول مرة قلقت شوية من الأول لانسلاسيون إيتي أن بو لونت مي توا سافا توا خير برشا أما نكره هيدي ما نحبوش. أنا فيلم يا كان شال فيلم شو اسمه هو برافو عليك جات خوي جات قالي لا لوتخي بس فريمون ان كرون فيلم افوا بالعربي تحبوا الفرنساوي بالعربي سي ان كرون فيلم فريمون سي ان فيلم سامبل دون سو سونس او سي il n'a pas cherché à raconter plusieurs histoires à la fois dans notre cinéma tunisien on veut tout bon on est frustré il parle de frustration il parle d'un désarroi اللي عندنا في عند الجنس تاعنا عند الكبار عند الصغار عند الناس الكل هكا الديزروا اللي راكونتي هكا تالمون دو سامبليسيتي كو ليموسيون اي فينو جوسكو لارم كونت إل كري سا دولور إلا تو تخوفي إلا تخوفي لامور إي لو كيت بوركوا باسكو إل سو شيرش إلا وجع على روحه ويني أنا هذيك تونس اليوم كل كون لا ماجي سوبر ريت شاك ليماج كومون إل فيان La profondeur d'image, comment on sent derrière, il y a un grand metteur en scène, il y a un grand producteur, il y a une maison de production, ce sont les premiers spectateurs. Il y a aussi quelque chose de magnifique, c'est un décor simple, il n'y a rien. Tout est limpide, tout vient. La musique, comment elle accompagne ce personnage. Vous avez vu, chaque fois qu'il est seul, la musique est là, elle l'accompagne. Voilà, voilà quand le génie du cinéma, la magie du cinéma opère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des merveilles. Et ils n'avaient rien d'autre à faire que de leur donner des grands prix. Et j'espère que le peuple tunisien, au charme, tout ce qui est ils ont absolument les yeux fermés. Emmenez vos familles, vos enfants, vos amis, vos voisins, allez-y. Emmenez-vous sur le film, allez. Mais إذا
إذا كانت هذه بعض الآراء الخاصة بالمشاهدين اللي مشاو وشاهدوا الفيلم. كانت آراء مختلفة بين قال بالحق برشا أمهات يلزمهم يشاهدوا الفيلم هذا، فما اللي قال الصورة بسيطة وحلوة خلاتنا نعيشوا أيامات اللي عاشهم الهادي. هات نحكيوا على عنوان الفيلم نحبك هادي، فما اللي أولها برشا تأويلات، فما يقول لك هادي هي الصفة، هي صفة الإنسان اللي هادئ الطبع، فما يقول لك هو مجرد استعمال الاسم هادي. كيفاش تم اختيار الفيلم، معنى العنوان بتاع الفيلم؟ فيه كلمة نحبك ساعة اللي أنا تذولي أهم حاجة، خاطر من حياتي أنا مش قول حياتي الخاصة، من شيرتي أنا نقول الراو اللي ما نقولوهاش برشا، وفقدنا يمكن شوية محبة في فترة معينة بعد 2011. قلت بون ديجا الفكرة اللي قست حب، حبيت أقول كلمة نحبك في تيتر متاع الفيلم. ومن بعد فيما خص نحبك هذه، هذيك اللي نجم الفكرة اللي تكون يقولها المجتمع مثال للعبيد بصفة عامة والهادي بصفة خاصة، خاطر معناتها ما نشجعوش يمكن برشا على لي ديفيرونس، ولا ما نشجعوش برشا على الآراء المختلفة، ولا على الحاجات اللي تبعد علينا نحن. ولا هذاك معناتها نحكيو الفيلم زاد نصور يحكي برشا على الكونفورميزم وعلى القالب اللي بعد ساعات لازم نتحطوا فيه. وذاك علاش نحبك هادي، معناتها نحبك رايف. باهي، بين نحبك هادي وبين فيلم بدون اثنين فما اختلاف على مستوى الاداء، على مستوى الحضور النفسي للشخصيه الرئيسيه، ونعرفوا قيمه الشخصيه الرئيسيه في الشريط الروائي الطويل. بين الدور الرئيسي في الفيلم الاول والدور الرئيسي في الفيلم الثاني وين نلقاو مجد؟ القصص قبل كل شيء، لي دو سيناريو نتاع الفيلم بعد بالكدا على بعضهم يظهر لي الجو العام نتاع من الكتابه حتى للتصوير حتى للتعامل مع الممثل وكل شيء مختلف جدا. فيلم هادي اكثر واقعيه من بدون اثنين. اليونيفير نتاع بدون اثنين فيه اكثر مش عارف نحبش جرأة. لا مش كي جرأة، فيه اكثر كوتي هكا كوتي نتاع كان واحد. انا جي لامبريسيون كنت نتفرج في بدون اثنين اني نحلم ولا كيفاش هكا، كنت نتفرج فيه ثم كانه حلمه. في وقت انه حبك هادي اكثر واقعيه. اداره التمثيل فرق مش كيف جيراني سعدي مثلا، وقت اللي صورنا فيلمه الطويل الرابع يظلي ولا الخامس، دونك مثلا كيف تحس فما فرق في التعامل معك، مش اكثر خبره ولا اقل، ريان افوار، اما فما اختلاف وكهو. الاشخاص مختلفين برشا زاده، ماهمش كيف بعضهم بالكل، دونك يختلف طريقه التعامل مع بعضنا، سي تري تري ديفيرون. حتى في لي كونديسيون دو تورناج مثلا، فيلم بدون اثنين تعمل مش عارف قداش بالضبط البيدجي، اما بضع الالاف من الدينارات. البيدجي صغير برشا، ودونك تعبنا برشا. الممثل يخدم يمثل ويخدم شوفور ساعات ويهز الماتريال ويهز الجلاسير نتاع دبابز الماء، كل شيء حكي وحريري معناتها اللي فيها جو على الاخر بتعبها وبالتمرميد اللي فيها. لي كونديسيون نتاع لهنا هما نتاع نحبك هادي هما ظروف عاديه، اللي هو ظروف اكثر راحه للممثل، اكثر راحه للناس الكل داير، خاطر فما برشا منتجين مش منتج فقط، يظهر لي ثلاثه. اي دونك حتى الظروف هذه تبدل طبيعه الخدمه، وزاد تبدل طبيعة الممثل اللي تحصل في جائزة، يتحصل على جائزة في مهرجان برلين، جائزة الدب الفضي. هذا باش يمثل منعرش في مسيرتك الفنية، باش تولي اختيارات أكثر عمق، باش تولي ربما مش أي سيناريو تقبله، باش تواصل ما تواصلش، شنو أفاق مجد مسطورة؟ الأفاق أني منفتح على الأعمال الكل اللي تنجم تثير اهتمامي، ولي اقل شيء تكون بالصدق نتاع خدمه هذه، خاطر السانسيريتي في الخدمه هذول اهم حاجه. ويظهر لي انه قبل ما نحكي السانسيريتي ممكن بيني وبين محمد وريم وصباح وبقيه الممثلين، يظهر لي انه محمد كان سانسير مع روحه وسانسير مع شخصيته ومع القصه اللي كتب فيها من اول نهار شد ستيل وكتب فيها سيناريو، وهذا بعده يترتب على كل شيء، على علاقة بالممثلين، على طريقة التورناج، على علاقته هو بالشيف اوبيراتور بالمنتج نتاعو بالناس الكل. ونجم نوصلوا إلى عمل الكل بالخمسين شخص اللي خدم فيه ولا قديش، الكل فما صدق في التعامل مع الشخصيات، فما حساسية في التصوير، في كيفية
كيفاش تحكي الاخراف كيفاش باش توصلها للعباد اسا سي تري امبورطون دونك في الاعمال القادمه اللي باش نكون انا باش نكون مفتاح عليها اقل شيء انه يتوفر فيها توفر فيها السكوتيلا به محمد الفيلم هذا ما حضرش قبل الجي سي سي ولا بعد الجي سي سي هو في الجي سي سي اللي فاتوا فما سيكسيون اسمها تكميل اللي يتحطوا فيها افلام مازالوا ما كملوش معناتها في البوست برودكسيون بتاعهم ويتعرضوا على دي مومبو دو جوري ويختاروهم اون فونكسيون دو الريزولتا اللي يتفرجوا فيه حتى ولو كان الفيلم ماهوش كامل باش يشجعوه بالدي بورس للتكميل تاع الفيلم فيما يخص ليتالوناج ميكساج وغيره وهذاك علاش انت ما خممتش انك تقعد شويه تستناو شويه وتعديه في الجي سي سي 2017 معناها 2016 نحن ماناشنا مربوطين كان بالجي سي سي برك نحن حدث مهم كبير برشا أي كل معناها السينمائيين يخدموا على على الجي سي سي كما قلت لك نحن ساعة كو برودكسيون معناتها ورانا برودكسيون بلج وبرودكسيون فرونسيز دونك كيف فما تمويل موجود ما نجموش نقولوا ليه مانيش نستعملوا التمويل هذاك خاطر باش نرقدوا الفيلم شويه حتى كشي يخرج في الجي سي سي دونك كملنا وصعيب راهو خاطر مثال فيما يخص ليتالوناج ولا الميكساج يلزمك تريزيرفي شخص بالمسابق يلزمك تريزيرفي استوديو بالمسابق معناتها ما نجموش نلعبوا ونقولوا هيا مش توا خلينا نزيدوا نقدموا يمكن كان قدمنا شويه نلقاو روحنا معناتها ما عادش نخلطوا على الديسبونيبيليتي نتاع الاشخاص ولا لي تكنيسيان ولا حتى الماتيريال وين فوا يكمل الفيلم نحن كما قلت لك في تكميل فما فينشينسو بونيو اللي هو كان بريزيدون تاع الجوري هذا اللي تراس في تكميل جي سي سي اللي فات اللي هو عجبه الفيلم وهزه للبرلان وهو معناتها عرضه للي معاه غادي في الكوميتي دو سيليكسيون في برلان اللي عجبهم وبعد هكاك قال لنا معناتها كانت الحقيقه صعيبه باش نقولوا لا هات ما نمشوش لبرلان استناو جي سي سي جاي الحقيقه كل احتراماتي لجي سي سي اللي هو عندي انا بالحق ماهيش لغه حاجه مهمه برشا بقينا نحن حتى من بعد كنا نجم نزيد ونصبروا ونقول ويا ميسيل شاو خرج توا في الفيستيفال في برلان هات نزيدوا لو غوبوس حتى كشي لديسمبر اما ياسر معناتها كي شفنا الفرحه اللي الكل فرحناها ما يجيش باش نزيدوا نصبروا اكثر قلنا ما يسيرش ماناش نستناو جي سي سي اللي هم زاد اهم شيء يظهر لي لينا نحن الكل سي كو الفيلم يتعرض لتونس فهمت للبوبليك تونيزيان وهذاك الشيء وهذه كانت ربما هي الظروف اللي تخدم خروج الفيلم وقتاش كيفاش يتم توزيعه والظروف الانتاجيه كلها مربوطه بالتزامات معينه مع الانتاج مع التوزيع ومش مربوطه كان بالمخرج هو كعمل اول معناها من محبط انه اي مخرج تونسي يشارك في الجي سي سي كعمل اول لكن هذا ما يمنعش محمد بن عطيه باش يزيد يقدم افلام اخرى وان شاء الله يشارك في الجي سي سي في دورات قادمه ان شاء الله هكا ولا تفكر انت في المساله هذه تو نذكر في المره الجايه تو نذكرك باش نبعث الفيلم الجي سي سي وان شاء الله نتقبلوا معناتها اي معناتها ما يمنعش ما تحسوش محروق هكاك الفيلم بعد ما شاهدوه العباد تقدموا الجي سي سي ماشي حكايه حق هي راهو في البلدان الكل حتى مثال في كان فيستيفال دو كان ولا دو فينيز ولا غيره فما اون ريغلومونتاسيون بريسك جينيرال تبعوها فما اون اكسكلوزيفيتي مونديال في بلايص اللي هو يتعرض فيه مي اون ميم تو مثال كيف خرج في تونس حتى ولو كان تفرجوا عليه في تونس ماهوش مانع باش ينجم يشارك مش ما بين يدينا معناتها بعد فما عباد باش يختاروا الافلام ومن هنا لغادي كنتصور باش يكونوا اكثر افلام توانسه فهمت دونك على 18 ولا 20 فيلم ما نجموش نحكموا معناتها كان في الاخر اون فايتر سيليكسيوني ولا لا اما باش نعرضوه نورمالمون به مجد بعد الجولة هذه في السينما في الأفلام اللي خرجت السنة كم كبير من الأفلام التونسية اللي قاعدة السنة معناها يتم تتويجها جماهيريا معناها نقصد كيفاش الناس كل مشيت ودخلت القاعات السينما فما غزارة في الإنتاج هذا يفرح كل إنسان مهتم بالسينما أنت كتونسي ومن بين المشاركين في الأفلام اللي خرجت السنة حاجة تفرحك تشوف برشا عروض برشا أفلام فما انتعاش على مستوى الانتاج شنو تحس معناها كسينمائي؟ ما نجم نكون فرحان تو خاطر عندنا معدل تقريب السنه كل ثلاثة جمعات فيلم جديد، فيلم تونسي نحكي، جديد خارج في السالات.
حسب ما سمعت هذول 18 فيلم تونسي سنة باش يخرجوا، اللي هي حاجة كبيرة. هذول أكثر أول مرة من اللي أول مرة من بداية السينما التونسية أكثر عدد دخلتنا له. رغم معناها نعرفوا تكلفة الشريط الطويل تكلفة كبيرة برشا، لكن كل واحد يلقى المجال اللي نجم. فما مدعم الوزارة، فما يقول لك على حساب الخاص، معناها فما حاجة مشاكل التوزيع. يعني هذول ممكن حتى مشاكل التوزيع تعب أكثر حتى من الإنتاج، ولو مانيش خبير راني في الحكاية هذه برشا. لكن كوننا في تونس كل في 11 مليون على 12 نقاع برك، تسعة منهم ولا مش عارف قديش ولا عشرة موجودين في العاصمة برك، يقول هذا يشكل إشكال. خاطر فما أفلام كما بدون اثنين، وكما علي الدين أبو طالب مثلا محضر فيلم بإمكانيات محدودة جدا، لكن اللي تنجم بعدك تخرج في السينما وتنجم يمكن تعجب الجمهور. دونك في وسط هذا الكل نعرفش حاسيلو برشا مشاكل تتجاوزني انا، اما المهم انه لو كونستا اللي عندنا تو انه حاجه تفرح برشا. اللي قاعدين نشوفوا فيه زاد انه الكيوريوزيتي اللي كنا نحكي عليها محمد نتاع الجمهور التونسي للسينما التونسيه قاعده تزيد اكثر. قاعدين نشوفوا في الجمهور التونسي عنده اقبال اكثر على قاعده السينما وعلى السينما. ما نقولوش كان الشباب ولا مش راح على السينما نتاع بالعكس، يمكن حتى مش شباب مش برشا. انا شفت الشرائح الكل، والله نحن تو على جمعه. لا هي قالت مش شرائح الكل، انا باللي راه فيه تو جمعه ونحن ندوروا كما قلت لك شفنا برشا 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 مناطق. يمكن الكونستا اللي شفناه اللي نقولوا 70 ما نقولوش 80 70% نساء ادولت ونساء من 30 الفوق فوق 40 الفوق، معناتها الشباب ما ريناش برشا برشا الحقيقه، والرجال ما همش موجودين بتاتا. معناها ما فهمتش اللي صاير. اي بورتون معناتها حكايه سمعوا بالحكايه، حكايه الشريط انه يحكي على علاقه الشاب بامه، كيفاش تتصرف معاه، كيفاش تحاول. هو راجل اساسا، معناتها حتى كان عنده علاقته بامه، علاقته بخطيبته، هو راجل. معناها يحبوا يعرفوا كيفاش الام تسيطر على الشاب، هذا اللي خلى الامهات تمشي وتقول كيفاش زعما كان الشاب لولويه لولويه للشاب بيدو. الرجال خاطر يحكي عليهم، يحكي على الرجال. خاطر اكثر عبد يحكي على البروفيل هو بتاع الشاب، 25 سنه وعادي ما عندوش مشكل واضح، اللي معناتها لومباتي وليدونتيفيكاسيون مع البيرسوناج برشا. هو على باس حتى كي تقرا سينوبسيس هادي طفل شاب عادي عادي، انسان عادي، ما عندوش حاجه مشكله واضحه اللي مش واحد صعيب باش ينجم يرى روحه فيها. ونستغرب مالغيتو اللي في الصالات اللي ما فماش برشا، اللي برشا برشا نساء. هي حاجه تفرح مش متفرح. انا من شيرتي انا كراجل عمري 40 سنه نقول وينهم؟ وين العباد معناتها الرجال اللي نعرف. يمكن الوقت، يمكن المرأة عندها وقت أكثر من الراجل. قاعد نتصور المرأة عندها أكثر كونترات ما بين الراجل وما بين الدار وما بين الصغار، هي كي تلقى ما تخدمش معناها. ممكن هذا والله يخلي الرجال تمشي كان في الويكاند أكثر. ما نجموش نلقاو معناها تفسير واضح علاش المرأة ولا تمشي للسينما أكثر من احنا نلوجوا نبينا نلوجوا في الأسباب ما لقيناش. باهي بالتوفيق للفيلم هذا، اكيد انه قاعد يلقى في حظ كبير برشا من خلال هات. نعطي توا شويه نظره نقديه للفيلم. فما اللي يقول لك القصه ياسر بسيطه، القصه ما فيهاش، هي فيها بنيه دراميه، وبدليل انه الفيلم ما تنجمش تقص. واحنا مش باش نقولوا على النهايه باش ما نحرقوش الفيلم. الناس الكل قاعده تتشاهد الشريط للنهايه، خاطر ديما نقعدوا نتوقعوا بين انه النهايه تكون مختلفه. معناها هنا نحكيوا على البنيه الدراميه للشريط، معناها ما فيش برشا برشا معناها حكايه تتفرع على برشا شخصيات. اعتمدت كان على شخصيه رئيسيه والعلاقه بالعائله نتاعها، ربما هذا اللي قالوا الفيلم كلاسيكي عادي. شنو هو اللي خلاه يحظى بالقبول هذا الكل؟ معناها العمق نتاعو، ربما مس التوانسه الكل رغم البساطه نتاع القصه. هو نسمع في كلام، هو صعيب واحد راه باش يحكي، لا نحب لا نظهر لا ندافع لا نشكر لا نذم. نحاول معناتها نرجع للي سمعته، اللي كما يقول لك سهل في شيء ممتنع، معناتها اللي البساطه هذيك معناتها صعيب. كاني باش نشكر روحي باش نقول لك راهي ماهيش بساطه، ما راهو فيها عمق. المسلسل ما حد اخر يحكي فيها، خاطر نظهر كاني نشكر في الخدمه. اما انا من روحي من الحاجه الوحيده اللي نجم نقولها، اللي واللي ديما نقولها حتى في لي ديبا، اللي واحد باش يكتب سيناريو ولا باش يصور حكايه سي تري تري ايغويست، معناتها يرام من روحه ويظهر لي هذاك هو
هذاك هو اللي يلزم انا هكا الرأي. معناتها ماهيش بروجي اللي يلزم واحد يحط على الطاوله لي كريتير نتاع اي شنو قاعدين يستناو توا يستناو في حاجه كيف هكا يلزم نعمل شويه من هذا شويه من هذا شويه من هذا. معناتها يظهر لي مش شنو اللي يحب يشاهد الجمهور شنو هو انا يظهر لي واحد من نفسه سي الله غالب انا هكا من راي اللي في السينما ولا في برشا حاجات اخرين كما اللي باش يصور ولا باش يعمل اغنيه حاجه اللي تمسه ومن بعد الحاجه اللي مزيانه برشا كان تتقابل هذاك الاحساس مع عباد اخرين. اما من الاول انا هذاك اللي نحب نتفرج عليه انا نحب برشا الافلام من نوع البسيطه اللي اكثر حاجه تمسني كيف يبدا عبد اللي من برا راهو بسيط وما فيه شيء وبنال الوغ كيف تزيد تتعمق اكثر تلقى اللي وراك البناليتي برشا حكايه اللي تنجم تكون حكايه اكسترودينير اكثر من اللي كنت متوقعه. معناتها انا كي نتفرج محمد على انك المشاهد تطول فيها شويه هذا الاطاله في المشاهد متعمده من الطرف نتاعك انت خاصه في بدايه الشريط نشوفه تقريبا المشهد الاولاني كامل ما فيش احداث متسارعه تخلي العبد فما تشويق فما نحسوها معناها حدث عادي يلعب اكثر على حضور ال على السيكولوجي نتاعو على هو شو يحس على هو شنو وقتها على على اموره في العائله اموره في الخدمه على هو شنو اللي يحب شنو اللي حتى على ملامحه نشوفوا ملامح ملامح مجد اللي هو هادي في الفيلم ملامح الانسان العاقل الهادي معناها مشيت الشخصيه مع مع التصوير معناها التصوير كان طويل شويه مع الشخصيه اللي هي هاديه ما فيهاش برشا تشويق البارتي الاولى كما انت تحكي فيها موجوده هذه اما اللي كان يهمني في هذه اللي نخلطه نحن نحسه هو احسن حاجه في السينما كيف يهرب على التخمام ويهرب على التركيز نتاع هذه يعملها على هذه اللي يوصل واحد يتفرج على فيلم اخطا تونسي ولا امريكاني ولا فرنساوي فيلم عادي عادي ساعه ونص ساعتين من وقته باش يدخل فيك الحكايه ويوصل في الاخر يحس برك مش يوصل يخمم وباش توصل تحس سوى تبكي سوى تضحك سوى لحمه كيشوك ولا غيره هذاك يلزم يتبع دي بارتي بري من نوع اللي البارتي الاولى كما تقول انت دخلنا فيه فك المشاكل نتاعو فك اللي فوس باناليتي اللي قاعد يقبل وغير ومن بعد يتقلب الفيلم انا من رايي يعني يتقلب كومبليتمون خاطر تولي تدخل ريم تدخل فما حتى في الـ في الـ